جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. زوروا المرضى والعجزة والمسنين وكبار السن، التمسوا دعاءهم، جودوا على الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام. أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، واسألوا الله تعالى اللطف والحفظ لبلدنا ووطننا، وتمسوا بأسلافكم وأبطالكم ورجالكم ومشاهديكم وشهدائكم في الدفاع عن الوطن وحمايته، وترحموا على الأموات من الإخوة والأصدقاء والأحبة والرفقاء الذين كانوا معكم في العام الماضي وهم اليوم تحت التراب. فاسألوا الله لهم الرحمة والمغفرة والثبات، وأكثروا من الصلاة والسلام على حبيب رب العالمين محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم تقبل